مرحبا برج الميزان. طاقتك بشكل عام أحسها طاقة خلاص، الحمد لله أنك من الأبراج اللي قررت. بالعادة برج الميزان يكون القرار بالنسبة له يأخذ وقته في صنع القرار، ولكن الحمد لله أشوفك قررت ماذا تريد ومتجه نحو سعادتك، وهذا شيء جدا إيجابي، لأن أوقات الكثير منا يعلق في مرحلة عدم القرار ويتأخر هناك. فإن شاء الله ما راح يكون في أي تأخير، لأن أنت قررت أن حان الوقت بأن تنهي الوضع القديم اللي عندك، أرى أنه في السابق. بشكل عام القراءة بالنسبة لك اليوم أشوف أن الجانب الأعلى هو الوضع، ما الذي يحدث أو ما الذي سوف يحدث، وتحت من التارو صاير عبارة عن النصيحة لك أو الرد على كل وضع، نصيحة لكل وضع بطريقة مرتبة كانت قراءتك. عندك السيف الصغير page of swords، عندك nine of swords، وعندك wheel of fortune. دولاب الحظ بشكل عام يرمز إلى تغيير الحظ إلى الأفضل، تغيير أوضاعك إلى الأفضل، ولكن أنت تحس أنك عالق حاليا. تسعة السيوف هي طاقة كثرة التفكير، وتحس أنك في دوامة. بالنسبة لك دولاب الحظ في هاي القراءة بالذات لا يرمز إلى شيء إيجابي، بالنسبة لك لا، أنت صار لك فترة داخل في دوامة، داخل في دائرة إلى ما لا نهاية مع شخص، ومو عارف كيف تطلع منها. تحس انك عالق، تحس انه ما في طريق، صاير استك في هاي المرحلة. التارو يخبرك ان مرحلة القلق هي فقط في رأسك، وانت تستطيع ان تأخذ القرار. عندك السيف، اذا انت مو متأكد شنو الاتجاه اللي لازم تروح فيه، شنو القرار اللي لازم تاخذه، التارو يخبرك انه مو مهم. بالسيف اللي عندك تطلع من هاي المرحلة، مرحلة مو عارف انت شو تسوي، ضايع، تعبان، تحس انه ما في طريق خروج من المتاهة اللي انت فيها، مثل المتاهة صايرة بالنسبة لك الوضع الحالي، سواء انت بانتظار حبيب يرجع، انت whatever وضعك الاجتماعي، انت اعزب، منفصل، بانتظار الحبيب. انت حاليا نفسيا في مرحلة دوامة، متاهة، مو عارف طريق الخروج. التارو يخبرك ان طريق الخروج ما راح تكون في ابواب مفتوحة امامك بشكل واضح. انت عندك صنع القرار، مثل ما قلت لك برج الميزان شوي بالنسبة له ياخذ وقت في صنع القرار. كل اللي لازم تسويه عشان تخرج من هاي الوضع ان انت تاخذ قرار فقط، لديك كل ما تحتاجه، وغير مهم ان تحدد وجهتك، ستخرج من الجهة الشمالية، الجنوبية، اذا خرجت الى اين ستتجه، من ستختار. في هاي المرحلة الاولية لا تفكر كثيرا، لان صار لك فترة عالق في افكارك، صاير مخك كله مسيطر عليك ومخاوفك وقلقك. عليك ان تأخذ خطوة بأي اتجاه في البداية، وأحسك أن فعلا هذا هو اللي راح يصير، لأن أشوف من القراءة أن أنت انتهيت، يعني أنت already قررت أن أنت انتهيت من الدوامة اللي دائما ترجع بهاي الطريقة. احتمال تكون علاقات لا تكلل بالزواج، أو علاقات ما تكون فيها سعيد، بغض النظر عن الوضع بالنسبة لك، انت قررت ان تنهي. التارو يخبرك ان رحيلك من هاي الوضع راح يكافئ، راح يكافئ، لان انت الحين لما ترحل هاي الوضع كأنه يعميك عن الحقيقة، لان انت مجرد موجود داخل دوامة معينة، فانت ما تشوف اللي برا الدوامة. رحيلك عن هاي الوضع، هاي الشخص، هاي طريقة التفكير، ممكن تكون مجرد طريقة تفكير سيئة أو سلبية عندك،
أو تكون مستسلم. لا تؤمن أن الحب أصلا سيأتي، بغض النظر ما الذي يعنيه لك وما هو سبب المتاهة العقلية اللي أنت قاعد تعيش فيها. رحيلك عنها، إنهائها، هو اللي راح يخليه، راح يسمح البداية الجديدة تأتيك. أنت راح تمر بمرحلة awakening أو the hanged man. عندك الملاك جبرائيل، راح تبتدي تشوف الأمور، راح تبتدي تشوف مثل ما قلت لك هني، أنت كأنك مو قاعد تشوف الفرص في الحياة، متشائم صاير. راح تبتدي تشوف الجمال في الحياة، الفرص في الحياة، النمو، التطورات، وراح تتفتح عينك عقب هالفترة، تقول بما أن فلان حصل ونجح وتزوج أنا بعد أستطيع، بما أن فلان عايش مرتاح أنا بعد أستطيع. ما في شيء حكر على شخص واحد في العالم. راح تبتدي تتغير نظرتك للحب وللزواج، وتصير أشوفك إيجابي أكثر. أعرف أن القراءة هي بخصوص مواصفات شريك المستقبل، ولكن المواصفات قادمة. إذا ركزنا على المواصفات الشخصية، ولكن أنت لم تجهز أو لم تخرج نفسك، دائما يكون عندنا أشياء معلقتنا بالماضي تمنعنا من الالتقاء بالشريك. لو بتقول لي ما في، بقول لك كان أنت التقيت بالشريك وخلصنا. الشيء دائما اللي يكون عالق في الوسط يمنع اللقاء، يمنع الارتباط أنه يصير. احتمال إحنا تصرفات تخرج منا، اختيارات خطأ، أوضاع نحط فيها نفسنا بحسن نية نستثمر في الأشخاص الخطأ، فنقع في هاي الدوامة. ولكن الحمد لله أنت على وشك الخروج. إذا أصلا ما خرجت، خبروني برج الميزان، علموني عن تطوراتكم. هل أكثركم في الكومنتات فعلا خرجتوا من هاي الوضع، ولا لحد الآن تحاولون تخرجون، تحاولون تقيمون الوضع قبل أن تخرجون؟ خبروني. المرحلة القادمة جدا مهمة. ليش؟ راح يكون عندك، وانت بالذات راح تستغرب مثل ما انا مستغربة، يعني انت، لان انا حين قاعدة استقبل طاقتك، طاقة برج الميزان، بما اني مستغربة انت راح تستغرب ايضا، لان صار لك فترة تبحث وتشوف انه ما في فرص، ولكن بعد فترة راح تأتيك فرصتين مع بعض. راح يكون عندك عرض زواج، ارتباط جاد من شخص، وهاي كارتاته، وعرض آخر. Ace of Water، كوب الماء الذي يفيض بالحب، وعندك فارس الأكواب. الفارس اللي حامل كوب عنده مهمة، يريد أن يوصل الكوب، كوب الحب، كوب الارتباط، كوب العرض، إلى الشخص المناسب، لأن هذا الشخص وقع في الحب. هذا أقرب، هذا إيس أوف ووتر هو أقرب لإظهار الحب لأول مرة بين شخصين، يعرض عليك حبه، الاعتراف بالحب مثلا، يسمعك أول مرة كلمة أحبك. هذا الطاقة، فارس الأكواب، لا، تكون عبارة عن عرض خطبة، عرض زواج، عرض ايش رايك في التاريخ الفلاني، اخلي اهلي يكلمون اهلك، يتفقون على موعد، عرض جاد اكثر يكون. شنو الفرق بين هاي الشخصين؟ هاي الشخص الكوب، عنده الكوب، وعنده نايت اوف فاير، فارس الاغصان، وعنده جاستس. وهذا الشخص عنده فارس الأكواب، عنده ست الخماسيات، وعنده الخماسيين. احتمال راح يأتيك عرضين من أشخاص اثنين تشوفهم متقاربين من الطاقة، أو معجب فيهم بنفس المستوى، ولكن راح أقول لك شغلة، في فرق، لأن هذا الفارس يعطيك الكوب وهو وراء الكوب. ما هي طبيعة اللي وراء الكوب؟
وراء الكوب هو فارس الأغصان. فارس الأغصان كازانوفا، ما نسميه نحن زير نساء، لا يبقى دايما عنده أجندة، خطط وراء تصرفاته، مغامرة، يحب المغامرة، لا يبقى غرضه من العلاقات أن يتنقل، متعته في العلاقات التغيير، يحب التغيير أكثر. فارس يحب أن يتنطط بين مدن، بين أشخاص، بين، فهو فعلا عنده كوب. ولكن الرسالة لك، انظر جيدا إلى ما داخل الكوب، لماذا لا يقدم لك بنفسه مثل هاي الفارس؟ هو والكوب مع بعض بوضوح، هذا الفارس يختبئ وراء الكوب، ماذا يوجد وراء الكوب؟ توجد طبيعته الغير مستقرة التي لا يعتمد عليها، اللعابة. هذا الشخص إذا دخل حياتك بالعادة يكون دخوله من أجل أن يجهزك، يعلمك درس، يوعيك أكثر بخصوص ما تريده في الحياة بالعادة، لأن أرى أن عندك الجستس، العدالة، احتمال أنك فعلا ما تقبل عرضه، ولكن مجرد أن عرض عليك الارتباط، الزواج، الحب، راح تحس أنه مثل اللي رجع لك حقك، أو رجعت لك كرامتك، استعد شيء من الثقة بالذات مرة ثانية. عزيزي برج الميزان، طاقتك هي اللي طالعة، فأنت أيضا راح تكتشف أنت وراء، صار أنت وراء فارس الأغصان، يعني أنت راح تعرف وتكتشف بسرعة نوايا هذا الشخص ونوعية هذا الشخص وأطباع هذا الشخص، لأن هذا الشخص سمعته تسبقه، أنت وراءه تعرف، لأن أنت دائما كنت وراءه في الكواليس تسمع عنه، أو كان احتمال يخرج ويدخل من حياتك، يدخل ويخرج وخليك معلق، وضع العلاقة يكون معلق، لا أعزب ولا مطلق، معلق، يعني هاي اللي قاعدة أسمعه. ليش؟ اسأل نفسك، ليش الفارس هذا أو الشخص هذا راح يعرض عليك كوبة من الحب أو الزواج أو whatever في هذا الوقت؟ لأن هاي الوقت اللي فعلا أنت راح يأتيك فيه عرض جاد، من شخص جاد، من شخص يعتمد عليه. هذا الفارس هو بنفسه يحمل كوبة، واثق من ما يريد تقديمه، ودائما الكوب يعني عروض ارتباط أو خطبة، وعنده ست. شوف دائما هاي الشخص عنده شيء من طاقتك في الكواليس، عنده الخماسيين، وهم أيضا برج الميزان، رمز لبرج الميزان، ميزان في هاي الجهة وميزان في هاي الجهة، صح؟ مع بعض. وأيضا هني تشوف الميزان في الخماسيات، ست الخماسيات، معناته إنسان جدا مستقر، بمعنى الكلمة ناضج، حتى لو كان ترى سنه مو كبير، ما أشوف أن سنه كبير، ولكن جدا ناضج، يعرف معنى العلاقة، يعرف شلون، شنو يعني أنت تكون في زواج وعلاقة، يعرف. واختارك أنت، اختار الميزان، أنا أشوف هاي الكرت تمثيل لبرج الميزان في هاي القراءة بالذات، اختارك أنت، ويريد أن يأتي ويعرض عليك الاستقرار والبيت والأسرة والزواج. انظر أيضا إلى الكأس اللي يعرضها عليك هاي الفارس، وراح تعرف، ما راح يكون يعني اكتشاف صعب بالنسبة لك، بالعكس. شنو اللي راح يصير احتمال؟ أو شنو نصيحة يعني التارو لك في بين هذين الشخصين وبين التزاحم؟ هاي الشخص قلت لك الكارتات اللي وراء توضح نيته، صح؟ شفنا هذاك الشخص نيته، هذا الشخص نيته الاستقرار، طاقاته كلها مستقرة، كلها فيها برج الميزان، يعني أنت اللي موجود في الكواليس، ما في نيات أو أجندة أو مخططات سيئة عنده أو دوافع ثانية. هذا الإنسان أحسه سادة، مو كبير كثير في السن،
هذا الشخص من النوع اللي يخطط أكثر، دايما كان يكلمك عن خطط في المستقبل. إذا كنت تسأل فعلا عن التفاصيل، تفاصيل الشريك وصفاته، هذا يخطط قبل أن يدخل في حياتك، يعرف متى يدخل، إيش معنى راح يدخل في هاي الفترة، لأن الفترة بينهم أشوفها متقاربة، فترة التقاء هاي العرض مع هاي العرض، راح تكون احتمال مع هاي الشخص تمشي في الإجراءات، ماشي في العلاقة وهاي يدخل عرض أو العكس صحيح. شنو دوافع هاي الشخص؟ هاي الشخص يعرف يراقبك من بعيد ويعرف يخطط، يرسم عليك. هذا الشخص لا، شوف كل كرتاته خضراء، كل كرتاته تعني الاستقرار، ما عنده أي نوايا مخيفة أو يعني تدعو إلى القلق. أشوفه أيضا إنسان جدا بشوش، من النوع اللي الجميع يحبونه، أول ما يلتقون فيه الكل على طول يوافق عليه، يحبه، علاقته جدا اجتماعي وخصوصا مع الأطفال. أشوفه شخص يحب الأطفال ودايما عنده علاقات خاصة بالأطفال، يعني إذا عندك طفل في البيت أول شخص راح يتعلق فيه هو هذا الشخص، يحب يلعب مع الأطفال، يمازحهم. أشوف أنه أيضا يحب الحركة، عنده احتمال هواية يحب ممارستها وأيضا مشاهدتها، إذا كانت كرة يشوفها على التلفزيون وأيضا يمارسها مع الأصدقاء، فيها حركة الهواية اللي يحب يمارسها، إنسان حركي، احتمال رياضي أو يحب الرياضة أو يهوى مثلا ممارسة الرياضة، عنده شيء من الحركة. هذا الشخص عنده شيء من الحركة، حتى حركته سلبية أشوفها، ما يتحرك إلا وراء مصيبة، مثل ما إحنا نقول يعني بالمعنى المحلي، ما يتحرك إلا وراء مصيبة، ما يرسم إلا وراء مصيبة. وأنت مللت من مرحلة مصيبة ورا مصيبة ومصيبة ورا مصيبة، دوامات يضعك فيها، وصلت إلى 9 دوامات، فخلص بالنسبة لك هاي النهاية وقررت أنك تنسحب، وأتمنى أنك فعلا تنسحب وتختار الأفضل لنفسك. عندك 4 الخماسيات، أتوقع أن هاي ردة فعلك للعرضين أو لهاي الأشخاص، الشخصين اللي يأتون في حياتك. عندك الكوبين وهي طاقة التقاء السولميت، وعندك The High Priestess العالمة. إن صح أشوفك في البداية، بما معنى أنك راح تكون متردد خائف، لأنك تستغرب من هاي العرضين اللي يأتون مع بعض في نفس الوقت أو في وقت مقارب، راح في البداية ترفض أنك تأخذ أي قرار، مثل اللي تجمد نفسك يعني من الخوف. قاعدة هني أتذكر السحلية اللي بعض السحليات أو بعض الزواحف أثناء الخوف لا يصدرون أي ردة فعل، عدم، لأن بالنسبة لك هني راح تكون عدم إصدار أي ردة فعل هو الأأمن بالنسبة لك، راح شوي تكون خائف. ولكن بعد ما يمر وقت على هاي العرضين أرى أنك إن شاء الله راح تختار الشخص المناسب، الشخص الصحيح، الشريك المناسب، لأن عندك طاقة السولميت، كوب مع كوب، التقاء الأكواب. وأنت تعرف في قرارة نفسك، التارو يخبرك أن أنت تعرف من هو الشخص الصحيح ومن هو الشخص اللي الطريق دائما معه كان مسدود، أي طريق كنت تأتي منه كان مسدود، أنت تعرف. وأنت إن شاء الله ستختار وستختار صح، وستنتهي من مرحلة، يعني فعلا راح تأخذ وقت عشان تفكر وتحلل، بالنسبة لك راح تكون مغمور بالمشاعر والتفكير، إن شلون أنا تحولت من مرحلة أعزب إلى مرحلة شخصين يريدون الارتباط بي، فراح تكون شوي مصعوق، ولكن في النهاية راح تختار الشيء الصحيح، راح تختار أحد من هالشخصين. عندما يقع اختيارك راح يكون جدا اختيار واثق، إذا اخترت صح أنت الميزان مثل ما قلت لك، تأخذ وقتك ومن حقك تقيم الأمور، ولكن تحب أنك عندما تختار تكون جدا واثق ومتوجه وما يهمك أي شيء ثاني.
وعندك وراء الشاريوت أو العربة اللي يجرها حصانين تكون مندفعة بقوة ترمز إلى التحكم أيضا بالذات. عندك ملكة السيوف، أنا أشوف أن هاي مو طاقتك أنت بالذات، برج الميزان ملكة السيوف هي أيضا ترمز للأبراج الهوائية بالعادة، الدلو، الميزان، الجوزاء. إما أنك أنت ستستطيع باستخدام عقلك، طاقة السيوف هي طاقة العقل والتقييم والمنطق، أن تختار الشخص الأفضل اللحظة اللي تضع فيها الأكواب المشاعر على جنب وفعلا تقيم الموضوع، تقيمه يعني كأرقام 1 2 3، هاي الشخص كم مرة انفصلت معاه، هاي الشخص جديد ما انفصلت معاه، جدا طاقة عقل، طاقة حسابات، راح تستطيع أن تختار وتتوجه نحو الحياة اللي فعلا أنت تريدها. أو أرى أن لبعضكم في امرأة في حياتكم جدا مقربة منكم، احتمال تكون الأم، الأخت، الصديقة، الجدة، احتمال حتى شخص تشتكون له عندما تكونون فعلا تحسون أنكم في مأزق بين اثنين. برج الميزان أسوأ شيء ممكن يحدث له أنه يكون بين اثنين، فراح ترجع لشخص أنت برج الميزان وهي أيضا من لحمك ودمك، مو شرط تكون برجها هوائي ولكن هي من لحمك ودمك، فراح تثق جدا بنواياها، ما راح يكون عندك أي تساؤل بخصوص نواياها، واثق أن هي تريد مصلحتك، فراح فعلا ترشدك إلى الشخص الصحيح، راح تقول لك وتعطيك إياها من الآخر. أنت عندما تروح تشتكي لها أول شيء احتمال أنك تروح تهرب باتجاهها تشتكي لها من الوضع، هي راح فعلا تنير لك الطريق. قراءة جدا جميلة عزيزي برج الميزان ومبشرة بالخير. راح أسحب لك آخر كارت تبع النصيحة، نصيحة أخيرة برج الميزان. The heart of the matter. There is more going on than meets the eye. بالضبط. فظاهر العرضين مثل ما أخبرتك الذين سيأتونك، ظاهرهم عرضين، ظاهرهم اثنينهم زواج، اثنينهم حب، ولكن فقط عندما إما أنت تأخذ الوقت الكافي لكي فعلا تحلل ما الذي داخل هذه الأكواب، هل هو فعلا حب أو نوايا خفية، هل هو فعلا حب أو مجرد هذا الشخص اللي كان مخليك دائما كاحتياط بالنسبة له، ما حب إنه يخسرك وما حب إنه يخسر تجاه هذا الشخص لأنه يعتبره أقل منه، ما يحب يخسر، يحبك تكون دائما موجود عشانه، وقت اللي هو يرجع أنت تكون مستعد ملكه، يعني حب تملك أكثر من حب بناء حياة مع بعض. يمكن تكون محتار بين الأمرين ولكن لا تقلق، لأن لديك طاقة ملكة السيوف، إما أنت ستأخذ هذه الطاقة وإما شخص مقرب منك راح يساعدك في الخروج من هذا المأزق.